الوليد ما كتقضاش مرة ولا هيدا ولا هيدا الشلال هو كيحس بيدو يعني في السخانة ولا شي حاجة كيحس بيها. شنو نقول لك اخويا، انا كنت عادي زعما ما كاين حتى شي حاجه. واحد النهار حسيت بيديك بحال اللي كتضعف ليا كتضعف ليا. المهم التجأت اطباء زعما وهادي، المهم شفت واحد الطبيبه هنايا في طنجه، من بعد سردتني لواحد المستشفى جامعي في الدار البيضاء، ما داروا معايا والو. المهم بقيت معاهم سيمانه تمايا، يعني ما كنحس بالصحه ديالي، كنت مشي ما استفدت والو، ما كنحس بالصحه ديالي، بغا داك التهور ليا. من بعد جيت لهنايا لطنجة، قالوا لي من بعد ترجع عندنا من 6 شهور. هذيك الساعه عاودت ثاني التخطيط، وهذه كنت اصلا ندير لاريم وهذاك الشيء والسكانير هذاك الشيء. المهم ما مشخصوا ليش المرض ديالي. المهم من بعد بقيت مدوز مع واحد الدكتور هنايا، صيفطوني للترويض عاوتاني. واحد السيد اللي كندير عنده الترويض صردني، قال لي واحد السيده ومزيان دكتور متمكن زعما ومستشفى العسكري وهذه، قال لي تمشي لعندو. صيفط لي كتب لي واحد البرا، مشيت لعندو قال لي خصك العمليه. انا كنت درت ما خصني، فهمتي، شو وقت الصحه ديالي خصها ترجع ليا وهادي. المهم بدون تردد تصورت مع الدار وهادي، واخا كانت مكلفه شي شويه العمليه، تعاونوا معايا الدراري خوتي وهادي وبنت الناس مسكينه اللي معايا، عاوتاني حتى هي صابره. المهم واخا بزاف المسائل ضحات معايا وهداك الشيء. المهم درنا العمليه الاولى، ما كاين حتى شي حاجه، كحال اللي ما صدقتش لي العمليه الاولى، كحال اللي طرا لي التعفن وهداك الشيء. المهم من بعد عاودوا لي العمليه ديالي، وقال لي من بعد ان شاء الله غيكون تحسن وهذه. ما كاين حتى شي حاجه، ما مازال ما وصلنا لحتى شي نتيجه. كنشوف دابا الصحه ديالي كانت على اليد اليسريه، دابا ولات اليمنيه. ومن بعد دابا المرض كحال اللي كنحس به، كيطلع لي العنق ديالي دابا، ولا ما مره كيبقى يهود لي العنق ديالي، بحال اللي كيعيا لي عنقي. لحد الساعه باقي ما عرفتش الطبيعه ديال المرض ديالي. لحد الساعه باقي ما عرفتش نوعيه المرض ديالي، ما شخصوا لي والو. شنو كان كيقول لك الاطباء ملي كنت كنمشي؟ ملي كنت كنمشي لعندهم كيقول لك هذا الاطباء مرض نادر، يعني هذا الشيء ما كاينش بزاف. واحد الدكتور اللي كانت عندها في الاول قالت لي كاينه شي تقريبا ما كاينش شي 10 في العالم اللي وقع لهم هذا الشيء هذا. وكنقول لها ولكن راه ضروري غيكون كل داء عنده دواء زعما وهذيك. تقول لي لا، مع سميتو بحال اللي انا كنحس بهم، بحال اللي خاصهم عيادوك الفيزيتات، خاصهم يدوزوا فلوس هذه، دوز فيزيتا 15 يوم تجي تطلع عليك مره ثانيه خاصها فيزيتا وهذه، وانت غادي بالتخطيط هذه. هذاك الشيء كيبغي مصاريف، كيبغي فلوس، هذاك الشيء ماشي ساهل عاوتاني. وعاد هاد مرضك بحال هذا كيبغي عاوتاني يجبد من جيبك والسلام. هو باش بدا لي في 2017 بقى شويه بشويه هذاك الشيء شويه بشويه. من بعد دابا ملي وصلت دابا لحد الساعه دابا كحال هكايا كنحس باليدين بجوج بهم وعنقي حتى هو. دابا انا بعض المرات كنبقى نهضر معاك كنحس بحال خاصني نكابر باش نبقى باش نوقفوك بحال هكا، يعني حتى دابا حتى في النعاس دابا ملي كنعاس ولا شي حاجه، يعني ما كانش شي واحد اللي وقفني، ما نقدرش نوقف، انا ضروري خاصني استعانه بشخص. والعجز دابا وصل عندي 80%. الرساله اللي كنطلب من المواطنين المحسنين، اولا على راسهم اطباء، اذا كاين شي اطباء زعما متمكنين ما يبخلوش عليا، باش ما كان يرشدوني يقولوا لي شي اللي كاين. بصراحه كنا عايشين عادي الحمد لله على كل حال، كنا كاريين دويره كبيره تقلبت حياتنا، تقلبت. دابا هادي 3 سنين باش تزاد يعني تفاقم المرض بحال هكا، ما خلى فيه مشى. اي طبيب كيسردوا عند شي واحد كيمشي. التحاليل كانوا كنشوفوها في فرنسا، يعني مصاريف اضطر انه وقف من الخدمه. صافي ديك الساعه اضطريت انا، خليت ولادي، عندي جوج بنيتات، بنيته خليتها صغيره عندها 3 شهور، خرجت كنخدم ويا داك، بقينا بحال هكاك قابله الخدمه ديالي، وخصني نجيب لولادي ما ياكلوا، وخصني الكرا اللي كنت مع هذوك ما بقيناش قادين على الكرا، جينا سكننا غير هنايا في بيت وكوزينه، داكشي كامل كنا كنتكلفوا به حنا راسنا. يعني لحد الان باقي ما طرقنا حتى شي باب. كنتمنى الناس اللي كيشوفوني، شي جمعيه، شي اطباء اللي يشوفوا هذه الحاله ويقدروا يعاونوا، واخا غير بالنصيحه، غير نصحونا فين نمشي، واش من اختصاص اللي نمشيو عنده، واش من هذيك، ما يبخلوش علينا. المحسنين كنطلب منهم يعاونوني يساعدوني، حتى الحمل ثقال عليا، الحمل ثقال عليا، الحمد لله على كل حال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.